من سفر المزامير. اهتفوا للرب يا أهل الأرض جميعا، اعبدوا الرب بالفرح، ادخلوا إلى أمامه بالتهليل. اعلموا أن الرب هو الله، هو صنعنا ونحن له، نحن شعبه وغنم مرعاه. ادخلوا أبوابه بالشكران ودياره بالتسبيح، احمدوه وباركوا اسمه، فإن الرب صالح وللأبد رحمته وإلى جيل فجيل أمانته. كلام الرب. من الرسالة إلى فيلبي. أما نحن فموطننا في السماوات، ومنها ننتظر مجيء المخلص الرب يسوع المسيح، الذي سيغير هيئة جسدنا الحقير فيجعله على صورة جسده المجيد، بما له من قدرة يخضع بها لنفسه كل شيء. إذن يا إخوتي الذين أحبهم وأشتاق إليهم وهم فرحي وإكليلي، اثبتوا على ذلك كله في الرب. أيها الأحباء، أناشد أفودية وأناشد سنطيخة أن تكون على اتفاق في الرب، وأسألك أنت أيضا أيها الصاحب المخلص أن تساعدهما، لأنهما جاهدتا معي في سبيل البشارة ومع إقليمندوس وسائر معاونية الذين كتبت أسماءهم في سفر الحياة. افرحوا في الرب دائما، أكرر القول افرحوا، والمجد لله دائما. من إنجيل القديس لوقا. وقال لتلاميذه: لذلك أقول لكم، لا يهمكم للعيش ما تأكلون ولا للجسد ما تلبسون، لأن الحياة أعظم من الطعام والجسد أعظم من اللباس. انظروا إلى الغربان كيف لا تزرع ولا تحصد، وما من مخزن لها ولا هرين، والله يرزقها. وكم أنتم أثمن من الطيور، ومن منكم يستطيع إذا اهتم أن يضيف إلى حياته مقدار ذراع واحدة؟ فإذا كنتم لا تستطيعون ولا إلى القليل سبيلا، فلماذا تكونون في هم من سائر الأمور؟ انظروا إلى الزنابق كيف لا تغزل ولا تنسج. أقول لكم أن سليمان نفسه في كل مجده لم يلبس مثل واحدة منها. فإذا كان العشب في الحقل وهو يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور، يلبسه الله هكذا، فما أحراكم بأن يلبسكم يا قليل الإيمان؟ فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون أو ما تشربون، ولا تكونوا في قلق، فهذا كل يسعى إليه وثني هذا العالم، وأما أنتم فأبوكم يعلم أنكم تحتاجون إليه، بل أطلبوا ملكوته تزادوا ذلك. لا تخف أيها القطيع الصغير، فقد حسن لدى أبيكم أن ينعم عليكم بالملكوت. بيعوا أموالكم وتصدقوا بها، واجعلوا لكم أكياسا لا تبلى وكنزا في السماوات لا ينفد، حيث لا سارق يدنو ولا سوس يفسد، فحيث يكون كنزكم يكون قلبكم، لتكن أوساطكم مشدودة ولتكن سروجكم موقدة، وكونوا مثل رجال ينتظرون رجوع سيدهم من العرس، حتى إذا جاء وقرع الباب يفتحون له من وقتهم. طوبى لأولئك الخدم الذين إذا جاء سيدهم وجدهم ساهرين. الحق أقول لكم إنه يشد وسطه ويجلسهم للطعام ويدور عليهم يخدمهم، وإذا جاء في الهزيع الثاني أو الثالث وجدهم على هذه الحالة فطوبى لهم. وأنتم تعلمون أنه لو عرف رب البيت في أي ساعة يأتي السارق لم يدع بيته ينقب. كونوا أنتم أيضا مستعدين، ففي الساعة التي لا تتوقعونها يأتي ابن الإنسان. فقال بطرس: يا رب، ألنا تضرب هذا المثل أم للناس جميعا؟ فقال الرب: من تراه الوكيل الأمين العاقل الذي يقيمه سيده على خدمه ليعطيهم وجبتهم من الطعام في وقتها. طوبى لذلك الخادم الذي إذا جاء سيده وجده منصرفا إلى عمله هذا. الحق أقول لكم إنه يقيمه على جميع أمواله. كلام الرب.